وبنبدأ نشرتنا الفنية مع الفنان محمد رمضان اللي قال إن مشروع مسلسل جعفر العمدة مختلف عن اللي تقدم في مسلسل الحاج متولي، وده لأن الفنان الراحل نور الشريف ناقش فكرة تعدد الزوجات، لكن جعفر العمدة الخط الدرامي فيه مختلف وأحداثه بتدور ضمن خطوط درامية كتيرة بيقدمها مؤلف ومخرج العمل محمد سامي. الفنانة مي كساب اتكلمت عن صعوبة تصوير دور ثريا في مسلسل جعفر العمدة وقالت اتكلمت مع المخرج محمد سامي وطلبت منه بلاش نبدأ بالمشاهد الصعبة، لكنه رفض وقال لي هتعمليها انتي ممثلة شاطرة. الفنانة يسرى كشفت ان السبب في اختيار اسم مسلسلها ألف حمد لله على السلامة هي الفنانة نيلي كريم، وقالت في الحقيقة ان اختيار اسم العمل من البداية كان اقتراح من الفنانة نيلي كريم اللي بشكرها طبعا، وقالت كمان ان المسلسل في البداية كان اسمه حمد لله على السلامة لحد ما اكتشفنا ان في عمل بيحمل نفس الاسم، ولما عرفنا قررنا نغيره ولكن بطريقة بسيطة لان الجمهور كان خلاص عرف اسم المسلسل وارتبط بيه، علشان كده ضفنا كلمة ألف علشان يكون في اختلاف بين اسم العمل اللي بنقدمه واسم العمل التاني. والفنان محمد عادل هينتهي من تصوير مشاهده في مسلسل سره الباتع يوم الثلاث الجاي. بيقدم محمد عادل الشهير بميدو عادل شخصية ناجي، وهو فلاح مناضل صديق للسلطان حامد وبيشارك معاه في مواجهة الحملة الفرنسية وجنودها. الفنان والنجم طارق لطفي وباقي أبطال مسلسل مذكرات زوج احتفلوا بانتهاء تصوير الحلقات بالكامل. دلوقتي شغال المخرج تامر نادي على الانتهاء من أعمال المونتاج والمكساج علشان يسلم آخر 5 حلقات من المسلسل، وفي نهاية آخر يوم تصوير فريق العمل التقط صورة جماعية علشان يوثقوا لحظة الختام. الفنان إدوارد وجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لطرحها قضايا كثيرة من قضايا المجتمع ولاحترامها لعقل المشاهد، ووجه إدوارد رسالة للجمهور العربي وقال إن شاء الله تستمتعوا حتى آخر يوم رمضان. وكده خلصت نشرتنا الفنية.